أعزائي الطلبة، وصلنا في المحاضرة السابقة لأحمال التبريد. طبعا احنا حكينا عن أحمال التبريد، وقلنا هذه أحمال التبريد نحسبها للبنايات حتى على ضوءها نصمم أجهزة التكييف والتبريد. طبعا أحمال التبريد نعني بها الحمل الحراري اللي يجينا من خارج البناية، على اعتبار أنه البناية تكون مكيفة من الداخل، يعني درجة حرارتها تكون منخفضة والخارج يكون درجة حرارته أعلى، فتنتقل الحرارة من الخارج للداخل، بالإضافة إلى الإشعاع الشمسي المباشر اللي ينتقل عن طريق البناء الإنشائي أو النوافذ والأبواب. أيضا عندنا الأحمال الداخلية الناجمة عن شاغلين الحيز أو الأجهزة الموجودة العاملة داخل البناية والإنارة وغيرها، ومن خلال التهوية والنفاذية للبناية. فكل هذا راح يشكل لنا ما يسمى بأحمال التبريد اللي لازم نحسبها، وبالتالي على ضوءها نصمم جهاز التكييف. هنا بعض الفرضيات اللي تؤخذ بنظر الاعتبار أثناء عملية الحساب. أولا الظروف الجوية. احنا الظروف الجوية تؤخذ يعني من بيانات إحصائية طويلة الأمد، يعني تجمع لسنوات، مثلا على طول فترة يعني طويلة تمتد قد يكون لسنوات، وتؤخذ معدلاتها ومن خلالها تحسب درجات الحرارة التصميمية الخارجية. فنشوف انه لكل منطقة اكو درجة حرارة تصميمية خارجية حسب المناخ اللي يكون سائد في تلك المنطقة في فصل الصيف. حمل الإشعاع الشمسي. هنا احنا طبعا تعرفون انه الإشعاع الشمسي يتأثر بوجود الغيوم، بوجود الغبار، فعد ما يؤخذ الإشعاع الشمسي على أنه أيام صحو، يعني اللي هو قد يكون الحمل الأقصى. حمل الأشخاص عند الاستيعاب الكامل للبناية، يعني لو فرضنا أكو بناية يشغلوها أشخاص، خلينا نقول مثلا يكون العدد مختلف من فترة إلى أخرى أو من وقت إلى آخر، إحنا ناخذ العدد الأكبر ونصمم عليه. موضوع ديناميكية تدفق الحرارة إلى المبنى. هنا الحسابات بالحمل التبريد ما تعتمد فقط على الانتقال الحرارة اللحظي الآني، بل يعتمد على انتقال الحرارة اللي راح يجينا بعد فترة نتيجة تخزن البناية للحرارة. يعني الآن عندما نحسب انتقال الحرارة في لحظة معينة، راح نحسب فقط فرق درجات الحرارة، ونحسب نحتاج معامل انتقال الحرارة والمساحة. ولكن بعد فترة من الزمن، عندما مثلا الشمس تغرب على سبيل المثال، تبقى البناية أيضا ساخنة بسبب البناء الإنشائي، فهذا الحرارة راح تشع إلى الداخل، وبالتالي هذه الكمية راح تكون أيضا عبارة عن كسب حراري إضافي متأخر، هذا أيضا يؤخذ بنظر الاعتبار. وعندنا آخر شيء هو هواء التهوية، وهذا هواء التهوية هو ما يعتبر جزء من حمل الحيز، ولكن يعتبر حمل إضافي على ملف التبريد. طرق حساب أحمال التبريد طبعا طرق مختلفة، راح نستعرضها بشكل سريع. أول طريقة ما تسمى بالTE-TD اللي هي طريقة فرق درجات الحرارة المعادلة، وهذه الطريقة كانت يعني مستخدمة قبل ظهور طريقة الCLTD اللي راح ناخذها بالتفصيل. تعتمد على درجة الحرارة الشمسية، طبعا يعني حاليا ممكن استخدامه، ولكن نحتاج إلى معادلات، وفي بعض الأحيان نحتاج نستخدم بها الحاسوب. الطريقة الأخرى هي طريقة الكولينج لود تمبرتشر، كولينج لود تمبرتشر ديفرنس ميثود، واللي هي طريقة فرق درجة حرارة حمل التبريد. هذه الطريقة اللي هي بدأ العمل بها تقريبا من سنة 81، أنشأتها أو ابتكرتها يعني جمعية المهندسين الأمريكية لمهندسي التكييف والتثليج. وهذه الطريقة مبسطة تعتمد على الجداول، واللي احنا إن شاء الله راح ناخذها ونصمم عليها. الطريقة الأخرى ما يسمى بالـ RTS اللي هي Radiant Time Series Method، وهذه الطريقة شوية بها نوع من التعقيد وتحتاج إلى الحاسوب. طريقة الـ TFM اللي هي Transfer Function Method، واللي تعتمد على أيضا عمل معادلة أو دالة انتقالية، وأيضا نحتاج بها شغل معادلات، وتعتبر طريقة
شبه يعني أو نوعا ما معقدة تحتاج إلى استخدام الحاسوب. الطريقة اللي احنا راح نشتغل عليها هي طريقة الـ CLTD Cooling Load Temperature Difference Method. هاي الطريقة تعتمد بالأساس على التخلف أو التأخر في الزمن للحرارة المكتسبة، يعني أكو عندنا انتقال حرارة راح يكون لحظي بالإضافة إلى الحرارة المكتسبة المتأخرة اللي تجينا من البناء الإنشائي. هنا أنا أيضا قلنا الحمل الإشعاعي اللي هو التأخر في يعني الحمل الإشعاعي اللي ناتج عن الخزن الحراري أيضا راح ناخذه بنظر الاعتبار بالإضافة للحرارة المكتسبة الآنية من الجدران والسطوح المعرضة للإشعاع الشمسي. فعندنا مصدرين للحرارة، الإشعاع الشمسي أو الحرارة المكتسبة الآنية والتأخر الزمني في تحول الكسب الحراري إلى حمل تبريد. طبعا احنا عندنا مصادر قلنا خارجية اللي يسميها بالإكسترنال سورسز اللي هي تتمثل بالإشعاع الشمسي، درجة الحرارة وما إلى ذلك، وعندنا الإنترنال سورسز اللي هي تجينا من شاغلين الحيز أو الإنارة أو الأجهزة الموجودة داخل البناية. والحمل الحراري طبعا يقسم إلى نوعين اللي هو المحسوس والكامن. المحسوس هو الناتج عن فرق درجات الحرارة، والكامن الناتج عن بخار الماء. نجي إلى أحمال التبريد حسب طريقة الـ CLTD. أولا كسب حراري نتيجة الإشعاع الشمسي، منين يجينا هذا؟ أما من خلال الزجاج، يعني يعبر الإشعاع الشمسي من الزجاج وبالتالي راح يسقط على الأثاث الموجود داخل البناية، وهذا الإشعاع الشمسي راح يسبب ارتفاع درجة الحرارة لهذه الأثاث أو المكونات الموجودة وبالتالي سيشكل لنا حمل حراري، أو يسقط على الجدران الخارجية وهذا طبعا راح يسبب لنا شنو والسقوف طبعا ارتفاع في درجة الحرارة وحمل ناتج عن التوصيل. هذا أولا. ثانيا انتقال الحرارة خلال الغلاف الإنشائي الخارجي من خلال جدران وسقوف بفعل فرق درجة الحرارة والهواء داخل الغرفة، يعني قد يكون ماكو إشعاع شمسي ساقط مباشر ولكن الجو هو يكون حار أساسا خارج البناية فتنتقل الحرارة بشكل طبيعي نتيجة فرق درجات الحرارة. عندنا أيضا الأماكن المجاورة، يعني لو فرضنا أنت عندك حيز تريد تسوي له تكييف وأكو حيز بجانبه غير مكيف، فأكيد هذا راح يسبب لنا انتقال للحرارة من الحيز الغير مكيف للحيز المكيف. كسب حراري محسوس وكامن نتيجة تخلل الهواء الخارجي. شنو تخلل الهواء الخارجي؟ طبعا احنا نعرف بأن كل بناية اكو بيها تكون فتحات وشقوق نتيجة الأبواب والشبابيك وغيرها، وهذه راح يسبب لنا تخلل الهواء الخارجي، وهذا الهواء راح يشكل لنا حمل إضافي على أجهزة التبريد. السقوف والجدران والأرضيات، هنا عندنا انتقال حرارة قبل شوية حكينا قلنا هو ناتج عن شنو؟ درجة الحرارة الهواء الداخلي هي أوطأ من الخارجي، تجينا الحرارة بشكل مباشر، وعندنا أيضا أكو يكون يعني انتقال حرارة غير مستقر بسبب تغير الإشعاع الشمسي على السطح الخارجي، يعني مرة الشمس تجي تضرب مرة الشمس تتغير، ولكن في كل الأحوال أكو انتقال حرارة راح يكون مرة يكون مستقر مرة يكون غير مستقر. زين، الجدار راح يخزن لنا كمية من الحرارة اللي إذا تجي من الخارج، وأيضا راح يسبب لنا حمل إضافي في وقت لاحق. زين، هذه المركبات إذا أريد نحسبها في وقت واحد، إنه الحرارة درجة الحرارة الخارجية زائد الإشعاع الشمسي المتغير زائد الحمل المتأخر اللي يصير لنا بعد فترة ينتقل لداخل البناية، هذه من الصعوبة إنه نحسبها آنيا. فاللي سويناه انه راح نستخدم مركبه واحده اسمها سي ال تي دي، هي تعوض عن ذولا كلهم، سموها بالكولنج لود تمبرتشر ديفرنس سي ال تي دي، وهذا نجيبها مباشره من الجدول حسب نوع البناء الانشائي وحسب الوقت الوقت من السنه وحسب طبعا موقع البنايه. طريقه حساب
كمية الحرارة المنتقلة خلال الجدران والسقوف من هذه المعادلة اللي تمر عليكم، اللي هي معادلة انتقال حرارة اعتيادية المساحة في اليو، اللي هو معامل انتقال الحرارة الإجمالي في السي ال تي دي كوركتد. طبعا قلنا اليو نجيبها من الجداول حسب نوع الجدار أو السقف، والمساحة نحسبها بشكل طبيعي يعني حساب رياضي. تبقى عندنا بس السي ال تي دي كوركتد، لازم نجيبها. السي ال تي دي هذا نجيبها من الجدول، جدول 1 على 4 1 او 2 على 4 4، العفو 1 على 4 4 و2 على 4 4. ال ام هذا معامل تصحيح خط الطول وخط العرض، وايضا نجيبها من الجدول 3 على 4 شارحة 4. الكي هو يعتمد على لون الجدار اذا كان غامق او متوسط او لونه فاتح. التي اي هي درجة الحرارة التصميمية الداخلية، والتي ام هي درجة الحرارة او معدل درجة الحرارة الخارجية اللي نحسبها من هذه المعادلة. تي او هي درجة الحرارة التصميمية الخارجية، والدي ار هو الديلي رينج اللي هو التغير اليومي، المعدل اليومي، يعني الفرق بين اعلى درجة حرارة واقل درجة حرارة. درجات الحرارة التصميمية أما نطلعها من الجداول أو تعطى مباشرة حسب نوع السؤال. بالنسبة للسقوف تقريبا نفس المعادلة اللي نحتاجها، اللي هي اليو في الأريا في سي ال تي دي كوركتد. هنا إذا نجي نفس المعادلة اللي مرت علينا بالنسبة للجدران، فقط عندنا معامل جديد هو اف. وهذا شنو المعامل؟ إنه ياخذ بنظر الاعتبار وجود تهوية بين السقف الثانوي أو لا. فيقول قيمته F يساوي 1 عند عدم وجود مراوح تهوية أو مجاري هواء في الفسحة تحت السقف. احنا نعرف بأنه ذاك سقف ثانوي وسقف البناية، يكون عندنا احنا مجاري الهواء تمتد ضمن هذا الحيز، فإذا اكو مراوح موجودة أو عند عدم وجود مراوح الـ F يساوي 1. وقيمته 0.75 إذا اكو وجود تهوية في هذه الفسحة الموجودة بين الجدار، العفو السقف والسقف الثانوي. بالنسبة للسي ال تي دي نحسبه أو نجيبه من الجدولين 5 على 4 شارحة 4 و4 على 4 شارحة 4 حسب تركيب السقف. زين، وهذا قلنا الألم هو معامل التصحيح، والكي وكل هذه شرحناها قبل شوية بالنسبة للجدران، هو نفسه للسقوف. الجدران والسقوف نفس الطريقة، الفرق بسيط جدا باستخراج قيمة اليو واستخراج قيمة السي ال تي دي من الجدول المطلوب. بالنسبة لحمل التبريد الناتج عن الأبواب والزجاج، هنا الحرارة تنتقل بشكل طبيعي بين من الخارج للداخل عبر الأبواب وعبر الشبابيك بسبب فرق درجة الحرارة. والمعادلة اللي نحتاجها فقط هنا لازم نعرف معامل انتقال الحرارة والمساحة وفرق درجات الحرارة. هنا فرق درجة الحرارة هذا مو سي ال تي دي، هذا فرق درجة الحرارة الآني، يعني نشوف ايش قد درجة الحرارة برا وداخل البناية، هو هذا الفرق بيناتهم. زين، هذا طبعا بالنسبة للأبواب. بالنسبة للزجاج شوية احنا عندنا بتفصيل أكثر، عندنا مركبات 2. هنا أنا قبل شوية حكينا قلناه لما أكو عندنا إشعاع شمسي يسقط داخل البناية، فهذا لوح الزجاج راح يمتص جزء من هذه الحرارة، يسبب ارتفاع درجة حرارة الزجاج، فراح يصير انتقال درجة انتقال حرارة. وبنفس الوقت أكو إشعاع شمسي راح ينفذ، وين يكون نافذ؟ داخل البناية، فيسخن الأجسام الموجودة داخل الحيز. هذه السطوح عندما تخزن هذه الحرارة راح تفقدها تدريجيا بعد فترة، فتسبب لنا شنو؟ حمل إضافي داخل الحيز. نعم، فهذا الحمل راح بعد فترة يلا يبين، يعني بعد مرور فترة من الزمن، يسموه أحيانا بالتخلف الزمني. فأكو عندنا شنو هنا بالنسبة للزجاج؟ مركبتين. المركبة الأولى اللي هي نتيجة الكسب الانتقالي بسبب فرق درجة الحرارة، هذا نحتاج به الـ CLTD. زين، وأيضا بنفس الطريقة اللي شرحناها قبل شوية
فقط عندنا اختلاف يا جدول راح نحتاجه، راح نحتاج جدول 6 على 4 4 ونستخدم نفس المعادله مال السي ال تي دي مثل ما موجود. هذه المركبه الاولى الناجمه عن فرق درجات الحراره. اكو مركبه ثانيه اللي هي هذه ناتجه عن كسب الحراره الشمسي الاقصى نسميه، اللي هو السولار هيت جين ماكس. وعندنا نحتاج معامل اخر اللي هم يسموه بالسي ال اف. الاس جي الاس اتش جي والاس سي والسي ال اف كل هذه من الجداول حسب نوع الزجاج. طبعا الاس سي ايضا هذا اللي هو الشيدنج كوفيشنت او معامل التضليل ايضا من الجداول. الاس سي اللي هو معامل التضليل من الجدولين 9 على 4 و 8 على 4. الكسب الحرارة الشمسي يا جدول عندنا 7 على 4. السي ال اف جدول 10 على 4. فكل هذا راح نجيبه من الجداول حسب نوع الزجاج. هذه المركبتين مال الزجاج نجمعهم ونطلع الكسب الحراري الكلي الناتج عن الأبواب بالبداية والشبابيك بالمركبتين اللي شرحناهم قبل شوية. طبعا نكتفي بهذا القدر بالنسبة لهذه المحاضرة حتى لا يكون الفيديو طويل، ونشكركم على حسن الإصغاء.